ټولو دوستانو ته سلامونه او هرکلی وایم. روایتو تر مخه غونډه شروع کوو او شروع به دا تلاوتی کلام پاک نه کوو. تو تلاوتی کلام پاک دپاره زید حسین صاحب راغواړم چې هغه تلاوت وکړي. زید حسین صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.